لأنه شهر الخير والرحمة. شهر رمضان الكريم افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهرجان التسوق الرمضاني في محافظة طرطوس الذي تقيمه المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع اتحاد عمال طرطوس، وذلك على الكورنيش البحري في المدينة بحضور محافظ طرطوس ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة. نحن بنقول أول شيء مساء الخير لأهلنا بطرطوس، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. اليوم افتتحنا على الكورنيش معرض للمواد التموينية، وهذا المعرض إن شاء الله سيصبح ثابتا، سيصبح معرض ثابت حسب المواسم إن شاء الله. بالاتفاق مع السيد المحافظ سيكون هناك معرض للألبسة قريبا جدا. نحن بالسورية للتجارة عم نحاول نقدم الخدمة الممتازة، أسعار مناسبة للإخوة المواطنين مثل ما وعدناهم. اليوم الصبح كنا باللاتقية والمساء بطرطوس، وإن شاء الله ستستمر هذه الفعاليات. نحن بالسورية للتجارة اليوم معارضنا على مساحة الوطن، كنا بسلمية وحما ومصياف، واليوم صباحا باللاذقية والآن بطرطوس. طبعا هي نفس الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به السورية للتجارة من تأمين التشكيل السلعية بأسعار منافسة. اليوم مثل ما شفنا بهالمعرض هناك تشكيل المواد الغذائية من الخضار من اللحوم من الفواكه متناول الأخوة المواطنين. نحن بشكل دائم نعمل على إقامة مثل هذه المعارض، وحرصنا على أن يكون شهر رمضان مبارك. كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر الفضيل، أنه نعمل هالمعرض بأسعار مخفضة لتمكين الأخوة المواطنين من تأمين احتياجاتهم بأسعار يعني متدني أقل من السوق أكيد. وهذا هالمعرض ما رح يكون المعرض الأول الأخير، رح يكون في معارض متعددة أكيد. المهرجان شهد إقبالا واسعا من أهالي طرطوس، وسيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويضم أقساما لكافة المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف والخضار والفواكه بعروض وحسومات من 10 حتى 30% على بعض المواد، وتتجاوزها في مواد أخرى عن أسعار السوق المحلية. المهرجان كتير حلو، الأسعار كتير مقبولة، وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله دائما هيك بتضل فرحة عامة على سوريا. أسعار كتير مناسبة وكتير مقبولة، طلعنا كل الأسعار هلا برامنايون، كتير حلو هالتسوق. الحمد لله الأسعار كويسة غير شكل، إنه كل شيء متوفر، يعني بنجي بناخد كل حاجياتنا وبدون ما نبرم أكثر من محل يعني، والأسعار مثل السوق وأرخص يعني. كتير رخيصة وكويسة يعني، أرخص من برا يعني بكتير، يعني أسعار كتير كويسة. المؤسسة السورية للتجارة ومن خلال هذا المهرجان تجسد دور المؤسسات العامة في التدخل الإيجابي في السوق المحلية من خلال عرض منتجاتها في عدة محافظات ومناطق بهدف التخفيف عن المواطن وتقديم السلع بمختلف أنواعها بأسعار منافسة وجودة ممتازة.